ممفيس أديباي يأتي بالكرة في الجهة اليمنى والهولندا تظهر الآن في الشاشة بالفعل والتسديد الثاني جول جول هدف هولندي هدف هولندي من ديباي 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 يسجل الهدف الأول أول وصول لهولندا على مرمى المنتخب نعم المنتخب البرتغالي يأتي بالهدف لجوهاين الشباك وقبل ذلك دوني فان دي بيك هو الشاب الذي أرسل الكرة الماضية لكن ديباي 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 تاسع أهدافة مع منتخب الكرة الماضية نعم تصل إلى ديباي وديباي بعد ذلك يعاني ديباي ممفيس ديباي مسجل لاعب ليون الفرنسي لاعب اليونايتد سابقا هدف هولندي ثاني يسجله بابل بابل لا عرضية شوف العرضية من ديليخت وبعد ذلك الرأسية القوية من بابل ديليخت الشاب الصغير من 18 سنة جاء بالعرضية وبعد ذلك وضع الرأس في طريق الكرة بكرة قوية تقدم هولندا عن طريق بابل 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 اللي عمره 31 سنة يسجل 7 أهدافه الأول من المباراة الآن في الوصول إلى الدقيقة الثانية المحتسبة كوقت بدل الضايع هذا اللاعب ديباي يخطف الأضواء في الشوط الأول من المباراة ضربة حرة مباشرة كرة تلعب عالية وللأمام وديليخت يأتي بكرة والتسديدة جول ثلاثية ثلاثية هولندية الهدف الثالث بصورة ممتازة يتقدم القائد ويسدد بقوة الأغلى في العالم فان دايك فان دايك لكن ديليخت الشاب الصغير يأتي في مرمى البرتغال في الشوط الأول من المدافع